نستهلها بيوم الثلاثاء. الأجواء ستبقى شبه رعدية على السواحل الوسطى، غائمة جزئيا بالشرق الجزائري والسواحل الغربية، لكن نشاط رعدي مرفوق بأمطار احتمال أن تكون رعدية على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية، ستمتد إلى شمال الصحراء. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 30 درجة بشمال الوطن، 38 درجة بشمال الصحراء، 42 بأقصى الجنوب. يومي الأربعاء وحتى يوم الخميس بحول الله اضطراب جوي مرفوق بأمطار احتمال أن تكون معتبرة ورعدية على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية، ستمتد إلى شمال الصحراء. الأجواء غائمة جزئيا فيما يخص المدن الساحلية، لكن الأجواء غائمة جزئيا فيما يخص الشرق الجزائري، منطقة الواحات، مناطق الجنوب الشرقي للوطن بالصحراء الوسطى أقصى الجنوب. أما عن درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 31 درجة بالمدن الساحلية، 26 بالمدن الداخلية، 20 درجة بشمال الصحراء، 42 درجة بأقصى الجنوب.